ان هي تتحول من ماده سوفت كده زي ما احنا ماليه بول في ايدينا الى حاجه ريجيد وثابته على اساس ان احنا نعمل بيها ايه الامبريشن. واتفقنا ان قبل ما بنعمل الامبريشن قبل ما بنعمل الامبريشن يعني الجزء الثاني الفاينل امبريشن بنعمل حاجه اسمها ريكوردنج للفيستيبيول او ريكوردنج للايه للموفمنت بارت الموفبل بارت بتاع الاورال كافيتي. يعني احنا ما بنعمل دنشر الدنشر ده بيتعرض بيبقى عامل كونتاكت مع حاجتين حاجه مش مخوفاني قوي اللي هي البلت او الحاجه الهارد الفيكس الثابته الموفبل اللي هي الريدج والبلت. بعد كده الفيستيبيول والفرينا كلها اثناء الفانكشن والسبيتش وال في اي فانكشن في اي حاجه احنا بنعملها الماستيكيشن بنعمل موفبل بيتحركوا الفيستيبول ده بيتحرك مش كده. يبقى لازم الفيستيبول دوت عامل كونتاكت مع ايه الفيستيبول عامل كونتاكت مع ايه مع البوردرز بتاعه الدنشر. نفترض ده الدنشر اللي بتلبس البوردرز هي اللي بتتعرض للايه للموفمنت مش كده. يبقى لازم البوردرز ديت تتشكل تبع الموفمنت حاجه مش ثابته لكن البلت والريدج ثابتي. يعني البلت ده والريدج ده ثابتي اللي بيتحرك الايه الموفابل بارت اللي هي الايه كده. ودي اللي احنا بنعمل لها سيل بوردر سيل اللي هي بنعمله عن طريق ايه بقى الدكتور بيعمله عن طريق الايه بوردر مولدنج مش حاجه اسمها واكس. الاجابه بوردر مولدنج مش ممكن تبقى واكس ممكن من غير واكس زي ما هنشوف اتفقنا. فدي الفكره بتاعت الايه البوردر مولدنج. يبقى البوردر مولدنج جزء من الامبريشن صح احنا بنعمل بيه موديفيكيشن للتريسه هي لكن هو جزء من الامبريشن. احنا بنعمل امبريشن فعلا بنعمل امبريشن بس فانكشنال امبريشن فور ذا بوردر اند ذا فريني هو الفرينه بقى الجمع بتاع الفرينم فرينم مش كده فرينم مش كده ولا ايه. يبقى عندي ايه الجزء الاولاني اسمه بوردر مولدنج قبل ما نبتدي نعمل الايه الامبريشن الفاينل النهائي. واتفقنا قلنا ان الامبريشن ماتيريال مينلي في الكومبليت دنشر بتبقى حاجتين اساسيين الحقيقه الزنك اوكسايد امبريشن ماتيريال وانا جبتها لكم امبارح جبتها على اساس ان احنا نوريها لكم ازاي مش عارف راح فين هنجيب اهي الزنك اوكسايد امبريشن ماتيريال هنشوفها وازاي بتتعمل. هي دي المادتين الاساسيين يا اما دي يا اما الاستوميريك الاستوميريك ماتيريال اللي هي الاستيك امبريشن ماتيريالز مينلي بتبقوا ثلاث حاجات يا سيليكون البولي سلفايد يا بولي ايثر. برافو عليك ادي الثلاث حاجات الاساسيه. السيليكونز هم يعني يعني احلى حاجه في السيليكون في الالاستيك امبريشن ماتيريال واللي هم الاديشن سيليكون والايه والكوندنسيشن والاحسن الاديشن اتفقنا يا بنات. انا جبت لكم برده الاديشن امبريشن ماتيريال اهي عشان برده تشوفوه يعني دي والاثنين دول لا يقلوا في البيرف ورك اللي احنا بنعمله الحقيقه يعني بريسايز خالص بالنسبه للايه للامبريشن. دي الاستيك امبريشن ماتيريال فممكن احنا نستخدمها في الكومبليت دنشر والبارشال دنشر امبريشن ماتيريال صح؟ الالاستيك فبتطلع من حوالين السنين لو في اسنان ولا حاجه بتطلع من عليها صح؟ لكن دي لو احنا عملنا لها ميكس هنشوفها لو دخلت في الاسنان دي تتقطع وهي طالعه تتقطع اللي هي الماتيريال نفسها تتقطع وما تسجليش اندر كات. اتفقنا ان هي مش الاستيك لكن في نفس الوقت هي مش هارد انف زي دي يعني ما بتنشف ما بتبقاش في ماده ثانيه اسمها امبريشن كومباوند بتبقى زي دي بس على هيئه ايه بليتس كده زي دي بالظبط بس زي الشوكولاته كده بس مش طريه ناشفه زي الخشب خلاص. دي بنحطها في ميه سخنه تطرى تبقى زي دي كده صح ولا لا طريقه وكنا بنحطها على التري وناخد بيها امبريشن. دي لو نشفت بتبقى زي دي او زي دي ناشفه فدي ممكن تكسر فعلا السنان او هي تتكسر طبعا بس هي شديده قوي. الزنك اوكسايد برضو يعني فيرم ماتيريال مش ريجيد ماتيريال يعني هي ناشفه اه بس مش زي الكومباوند ومع ذلك برضو ما بنقدرش نستخدمها في حالات اللي فيها اندر كات كتير او ما بتسجلش يعني لو مش هتفتح وتقفل زي الالاستيك امبريشن لازم الاساسيات دي تكون ايه تكون موجوده. واتفقنا ان اهم ميزه في ان هي فعلا في الماده دي ان هي في اشكال منها كتير قوي الميديوم والهار والباتي. الباتي ديت عباره عن كونتينر فيه انتوا فاهمين يعني مع عجينه هنا وعجينه هنا بتاخدي من الاثنين وتخلطي بيهم. دي صوره من الصور في ميديوم وفي ريجولار وفي فاهمين وفي دي عباره عن ايه؟ عباره عن اثنين تيوب
التيوب ديت الكاتاليست والبيت. اي ماتيريال بتدخل بتبقى كاتاليست وبيت، مش كده؟ الاثنين بيدخلوا وبعدين احنا بنعمل بيها انجكشن كده، الاثنين بيطلعوا مع بعض. هنعمل التجربه دي مع بعض النهارده. ده بالنسبه للامبريشن ماتيريال. الامبريشن ماتيريال بيرفكت الحقيقه، وتعتبر اغلاهم